مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم مستر إدمو في فيديو جديد. قصة مثل: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يحكى أن رجلا مسنا طريح الفراش يعيش وحيدا، فاستأجر رجلا كي يتحدث معه. فبدأ الرجل بسرد القصص المسلية من الصباح إلى المساء، من تم يدفع له العجوز المبلغ الذي اتفق عليه. فبعد مرور أيام شعر العجوز بالملل من القصص التي يقصها عليه الرجل، فطلب منه السكوت وسوف يعطيه أكثر مما كان يعطيه في السابق. فالتزم الرجل الصمت حتى المساء، فدفع له العجوز المبلغ أكثر مما كان يدفع له قبل. فأخذ الرجل المال فبدأ يقول في نفسه: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. كانت هذه قصتنا لليوم، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركته مع أصدقائكم. سلام.